السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد صراع طويل مع الإسلام انتحرت الملحدة المغربية نعيم البزاز في هولندا بلد الحرية لتلحق بصاحبتها الملحدة صرح غازي في يوم 8 أغسطس من الشهر الحالي. وفي هولندا بلد الحرية والانفتاح والحضارة والتسامح والتنوير انتحرت الملحدة المغربية نعيم البزاز بعد مرحلة اكتئاب طويلة عن عمر يناهز 46 عاما من مواليد مكناس المغربية. رحلت من المغرب وهي طفلة صغيرة مع والدها. وحتى لا نسترسل في خبر انتحارها كثيرا فرابط خبر انتحارها ستجده أسفل الفيديو، لكن موضوعنا اليوم ليس خبر انتحارها فقط بقدر ما هو السبب وكيفية انتحارها بينما هي في أحضان إلحادها الذي حررها من أساطير الأديان وخرافات الإيمان كما يصفه الملاحدة. لماذا انتحرت نعيمة؟ ولماذا انتحرت قبلها بقليل الملحدة صرح غازي؟ رغم أن نعيمة تعيش في هولندا وصار تعيش في كندا وكلاهما في بلاد حرية تعطي الملحدة كل ما يريده من حرية الكفر وسب الأديان وسب الذات الإلهية وتكذيب القرآن، وأضف لهذا حرية الجنس خارج إطار الزواج وحرية الشذوذ الجنسي والفكري وحرية تعاطي المخدرات والخمور والعيش بانفلات أخلاقي. ومن أسباب انتحارها هو دخولها في موجة اكتئاب بسبب حملة تنمر وتهديدات بالقتل والأذى من جيرانها الهولنديين التنويريين المتحضرين. وبعدها الصحف في صياغة خبر انتحارها على أن سببه التهديدات والتنمر، مع أن ذهابها إلى أصغر نقطة شرطة هولندا كان كفيلا بوضع حراسة على بيتها والقبض على كل من هددها، وأيضا كانت هولندا ستعطيها سكن في مكان آخر وآمن أو في دولة أخرى أوروبية إن أرادت. لكن سبب انتحارها الحقيقي ليس التهديدات بل الاكتئاب والحزن واليأس وحالة الفراغ الروحي والخواء النفسي الذي يشعر به كل ملحدين العالم. فإذا كنت تريد الإلحاد فقد حصلت عليه، وإن كنت تريد الخروج من الأديان ومن الأعراف والتقاليد فلماذا تنتحر بعد أن حصلت على ما اعتقدت أنه حرية؟ العيال الملاحدة دول يا أخي صدعونا بالسعادة التي تغمرهم حين يلحدون بالله وينكرون الإيمان بالله وبالأديان، وحين يعتبرون الدين مجرد أسطورة وخرافة، ويعتبر الملحد أن المؤمن حين يلتزم بدينه فهو يحرم نفسه من متع وملذات الحياة، ويعتبر الملحد أنه حرر عقله من الدين وأصبح متنورا ومنفتحا، وأنه تاني يوم من إلحاده كان هيجمع الملحدين في طريقهم إلى معامل إنتاج أدوية وعقاقير تعالج السرطان وفيروس كورونا. لكن منهم لله البخاري ومسلم وابن تيمية قطعوا عليهم الطريق وحرموهم من ابتكاراتهم التي كانت ستغير وجه العالم للأبد. أيوة فعلا زي ما بقولك كده، البخاري وابن تيمية هم السبب، الملحدين مأكدين للكلام ده. طب اعطونا أنتم أي مثال لما قدمه أهل الإلحاد للبشرية من منافع. وطبعا أغلب هؤلاء الملاحدة يعتبرون أن منطقة الشرق الإسلامي هي سبب الكبت والتخلف وانغلاق العقل وكبت الحرية. طيب يا عم التنويري، خد عندك دراسات علمية عالمية موثقة وتحت إشراف مراكز أبحاث محترمة علميا وعالميا، بل وبمشاركة منظمة الصحة العالمية. يعني إن شككت في منظمة الصحة العالمية لن تشكك في مراكز الأبحاث المحترمة، وإن شككت في مراكز الأبحاث فلن تستطيع التشكيك في الشخصيات القائمة على هذه الدراسات، وكله من الغرب الذي تتشدق به. هذه الصورة هي بيان أو إحصائية لجزء من دراسة علمية قامت بها الرابطة العالمية لمنع الانتحار المشار إليه بالاسم المختصر آيس لاب. توضح الدراسة الآتي أن أعلى نسبة انتحار في العالم وبفارق كبير جدا تقع بين الملحدين. والسؤال، فإذا كانوا سعداء وأحرار وتنويريين وعليهم مربى وشوكولاتة بالنوتيلا، فلماذا أعلى نسبة انتحار موجودة بينهم وكانت نسبة المنتحرين من الذكور أكثر؟ وأثبتت الدراسة أن أقل نسبة انتحار في الكون كله هي بين المسلمين الموحدين بالله رب العالمين كما بالصورة، ورابط الدراسة أسفل الفيديو. ثم بعد الملحدين جاءت أعلى نسبة انتحار من عباد الصنم بوذا كما بالصورة. وكما تشاهدون إلههم بوذا اللي وقع على بوزه، إلههم المصنوع من الذهب الخالص مصنوع وهو نايم على بطنه زي ما انت شايف كده بالظبط، وحوله بعض من يعبدونه من دون الله الواحد الأحد. بيفكروني بالمثل اللي بيقول جيت لك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين عاوز تتعلم. هتقول لي هي مش اسمها جيت لك يا عبد المعين؟ هقول لك ايوه، بس ده مش بيروح لحد، اصله عاجز بعيد عنك فلازم انت اللي تروح له. الواقعه دي كانت من سنتين تقريبا في اعصار ترامي الذي ضرب اليابان، وكان الاله بوذا هو اول من وقع على بطنه وتحطم في هذا الاعصار، او ربما يكون الاله بوذا نفسه انتحر. شغل الهه
عليها مدعاه ما نعرفش احنا فيه. وتعتبر اليابان من ضمن الدول الاعلى انتحارا في العالم، حتى ان عندهم طقوس انتحار جماعي، حتى ان لديهم مثل او حكمة تقول نفضل أن ننتحر جميعا. وتشهد اليابان الحديثة عامة أنواعا كثيرة من الانتحار، منها الجديد مثل انتحار الأسر المفلسة والانتحار بالاستغراق في العمل وانتحار العجائز، ومنها القديم مثل انتحار المسؤولين الحكوميين والمدراء الذين ارتكبوا أخطاء إدارية فادحة أو خطايا شخصية فاضحة، ومنهم العتيق مثل انتحار العشاق الذين يستحيل اجتماعهم في حياة مستقرة. وبعد البوذية جاءت أعلى نسبة انتحار من بين النصارى، مع ان الدنيا والاخرة فل حسب اعتقادهم، وان الله محبة، وان عقيدتهم كلها تسامح ومودة، وان ضربك اخوك على خد الشمال اديله الخد اليمين، وان طلب احدهم الرداء فاعطه الثوب كله. ودائما يقولون ان ديانتهم ديانة متسامحة، لكن لماذا هم اعلى طائفة في ارتفاع نسبة الانتحار، مع ان المذنب في النصرانية موضوع سهل، يعني يزني ويشرب الخمرة ويسرق ويقتل وياكل حق اخواته وياكل حق الناس، ثم يذهب للقسيس ويعترف ويخلص الموضوع بالصلح ما بين الرب والعبد بواسطة القسيس العبد. لا، ما تشغلش بالك بالصورة، لأنها صورة الرب يسوع بعد أن تحطمت في أحد الأعاصير. أيضا اوعى تسألني وتقول لي طب هو ما عرفش يدافع عن نفسه، أصل هرد عليك وأقول لك هيدافع عن نفسه إزاي يا نجم، وهو مصلوب ومتعلق على الصليب كده. أهو ده كده برضه، جيت لك يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين مصلوب. أما المركز الثالث في نسبة الانتحار حسب الدراسة فكان من نصيب أتباع العقيدة الهندوسية الذين يعبدون البقر، وطبعا أسباب الانتحار عند حيوانات البقر تساوي صفر، بينما نسبتها مرتفعة جدا بين من يعبدون البقر. وتأتي أعلى نسبة انتحار جغرافية من هذه العقيدة من سكان بلاد الهند، رغم إخفاء الحكومات والكهنة هذه المعلومات، خوفا من اعتقاد الناس أن البوذي هو شخص غير متزن نفسيا، وأن عقيدته لا تحمي روحه وجسده، مما يكون له أثر في التخلي عن هذه العقيدة، أو على الأقل الاتجاه إلى العلمانية بقصد البعد عن التبرز، قصد التبول، قصد بتاع التبوز البوذية يعني. أما بالنسبة لأتباع الدين الإسلامي الخاتم فكما أن الدراسات التي قام بها باحثين من النصارى فقد أثبتت علميا أن نسبة الانتحار بين المسلمين تكاد تكون صفر مقارنة بالنسب الأخرى، والحق ما شهدت به الأعداء. وبالنسبة للعقيدة اليهودية ولا أعلم لماذا لم يشملها هذا التقرير، لكن حسب كلام الباحث الإسلامي دكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته اليهود والصهيونية فيقول لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة في التناقص حتى عهد قريب، ولكن مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في الكيان الصهيوني زادت نسبة الانتحار، فقد بلغ عدد المنتحرين عام 1984 نحو 270، منهم 240 يهوديا، وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول الإسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها، ولكنها على أي حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية والعربية معا. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في الحبس أو السجون، ويقال أيضا أن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو كان حادثة عادية، كما يقال أن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجا لأسرهم. وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان مثلا، كما انتحر عدد من يهود الفلاشة بعد استيطانهم فلسطين بسبب عدم تكييفهم مع الأوضاع الجديدة. وبعد الانتفاضة انتحر أكثر من 30 جنديا خلال عام 1989، وكان معظمهم من الجنود النظاميين. ولذا فقد أدخل الصهاينة لأول مرة ضباطا متخصصين في الطب النفسي، وتمجد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي حسب دراسات دكتور المسيري. وبالتالي فإن أتباع الدين الإسلامي هم أتباع الدين الذي يعطي لإنسان سلاما روحيا ونفسيا واجتماعيا برغم ارتفاع نسبة الفقر والأمية بين المسلمين، إلا أن أقل قدرا من التدين عند الإنسان المسلم يجعله في حالة من السلام النفسي والرضا بقضاء الله وقدره بشكل كبير جدا يمنعه تماما من قتل نفسه. كما أثبتت الدراسات أيضا أمورا أخرى، منها أن عدد المنتحرين قليل جدا بين من لديهم أزواج وأطفال ولهم علاقات وصلة رحم، وهذا كله من الإسلام الذي يأمر أتباعه بالزواج وإنجاب الأطفال
التفاعل وصلة الرحم، ويوجد بنسبة أقل في أتباع العقائد الأخرى. وهذه الأشياء تجعل الإنسان متزن نفسيا وعنده تفريغ مستمر للضغوط النفسية. كما أثبتت الدراسة أن الإنسان المنتحر ليس لديه انتماء ديني وعنده تفكك اجتماعي وغير سوي أخلاقيا، وبالتالي هو يرى أسباب كثيرة تشجعه على الانتحار، بينما الإنسان المتدين والسوي نفسيا وفطريا لديه أسباب أقوى تمنعه من الإقدام على الانتحار. بينما أشارت الدراسات أن الشخص الملحد عنده اندفاع في الحياة دون توازن، ونسبة تعاطي المخدرات والانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي مع الإنسان ومع الحيوان أيضا يكون بينهم أعلى، ومستوى الاكتئاب واليأس أعلى. وفي النهاية نقول: لا يجوز للمسلم أن يستغفر لملحد، وكيف تستغفر له وتطلب له الرحمة من إله هو ينكر وجوده أصلا، وينكر نعيم جنته، وينكر عذاب ناره، وينكر الحساب والبعث والصراط والأنبياء والملائكة. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهنا لطيفة ونصيحة، انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة الأنعام، قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وإلياسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اسمع: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في هذه الآيات ثناء من الله عز وجل على 18 نبيا مرسل، ثم قال الله عز وجل بعد هذا الثناء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الخطاب للأنبياء والرسل، أنه برغم أعمالهم العظيمة ودعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وترك الكفر والمنكرات، وأنه برغم أعمال الأنبياء التي هي كالجبال، إلا أن من يفعل كل هذا ثم يشرك بالله فقد حبط كل عمله ولو كان في مثل عمل الأنبياء والرسل. فماذا نفعل أنا وأنت والذنوب نغوص فيها ليل نهار إلا أن يتغمدنا الله برحمته؟ أيها الملحد والعلماني والتنويري والليبرالي، مهما كانت أخلاقك عظيمة ومتسامح ثم أشركت بالله عن قصد ولو بمقدار شعرة، فلا مكان لك ولا لعملك وزن عند الله ساعة الحساب. واعلم أن روحك التي خلقها الله على الفطرة التوحيدية السليمة تئن وتتوجع وتصار ورعك أن تعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن إلحادك سيهدئ نفسك وروحك، لا والله، لن يزيد إلحادك إلا بؤسا وصراعا نفسيا نتيجته الحتمية إما العيش في عذاب وصراع نفسي وإما الانتحار. قال الله جل الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.